حضرتك قول لنا رايك في صلاة العيد السنة دي؟ والله الواحد حزين جدا على صلاة العيد السنة دي. الناس كلها خايفة، مش عارفين يصلوا صلاة العيد اللي هي السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جايبين طبلية ومش عارفين يحطوا حصيرتين، مش عارفين في ايه والله في البلد دي. طب هي صلاة العيد بتاعت السنة دي زي قبل كده؟ احنا والله احنا كل سنة من السيء للأسوأ، يعني السنة دي صلاة الناس خايفة تقعد تصلي. ازاي اذا كان الحكومه في تقدم وفي تطور منها وفي امل للبلد؟ امل للبلد ازاي اذا كان احنا مش عارفين نصلي صلاه العيد؟ يبقى فين هو الامان؟ الامان ان هو ان انت تصلي مش عارف حتى صلاه ربنا انت مش قادر تصليها، ما عادش في امان وما عادش في حاجه. ازاي؟ مع الاسلام مع الدين. ازاي ما في ناس بتصلي صلاه العيد وهي مطمنه وهي امنه؟ ممكن تقول لنا ازاي؟ الناس دول اللي في معيه الحاكم، اما اي حد يقول كلمه لازم يستجل، لازم يتقتل، لازم يعتقل، اي حاجه من دي ما عادش في خير في البلد. طب هو بيحصل له كده ليه؟ ما في ناس عايشه تمام اهي وزي الفل وبتصلي العيد. هو بيجاهر قدام الحاكم ويقول له انت ظالم.